عجيب إلهنا في تعامله مع الخطاة، وبعض الخطاة فيهم العجب في تعاملهم مع أبوهم السماوي. في ناس بتقبل ربنا، وفي ناس بترجع وتبقى عايزة ربنا وتعيد حساباتها وتحس إن السماء بتضيع منها فترجع، وفي ناس تصر على خطيتها وتصر على حياة الضياع والسماء تضيع منها. أريحة المدينة اليوم من الأيام اتلف حواليها 7 مرات عشان أسوارها تسقط، عشان الأسوار اللي تمثل الخطية اللي أفلانا من ربنا تقع. الحاجة اللي احنا حجبانا عن ربنا بالصلاة تقع، بذكر ربنا والطلبة تقع، بالتعامل مع ربنا أسوار الخطية بتقع. ليها ذكريات أريحة. مرة تاني الكتاب قال عنها واحد نازل من أورشليم إلى أريحة، عايز يقول أريحة كلها كانت خطية. اللي بينزل من فوق لتحت إنسان نازل للخطية. عشان كده ربنا بيقول لك أنا جيت عشان اللي نزلوا دول، أنا نزلت عشان أقومهم، نزلت عشان أقول لهم أرفعهم على الصليب وطهرهم من كل خطية. إذا كان ربنا نزل عشاننا، عشان إحنا كنا في القاع، كنا كلنا ضالين كغنم لا راعي لها، وجي رئيس الكهنة الأعظم ياخدنا ويعرفنا باسمنا. حتى زكى النهاردة زكى بقول لها زكى أنا عارفك حتى لو أنت بعيد عني، حتى لو أنت إنسان بتاع جباية وبتاع فلوس أنا عارفك، حتى لو أنت بايع كل حاجة عشان تجمع فلوس أنا عارفك، حتى لو أنت بتعذب الناس عشان يبقى عندك مال كتير وتتمتع بالدنيا وتنسى أبديتك أنا عارفك. أنا جاي لك، أنا جاي لك عشان أخدك ونظفك ووديك السماء. أنا جاي علشانك. زكى أسرع وانزل. ربنا عارف كل واحد باسمه. ما هو الراعي الصالح، ما هو باب الخراف، ما هو اللي بيدعو خرافه بأسماء، عارف كل حاجة. ربنا عارف اسمك وعارف انت مين. بس للأسف بعيد عنكم هيجي يوم الخطاة اللي رفضوا التوبة ورفضوا المشورة ورفضوا عمل الروح القدس فيهم وماتوا في خطيتهم يقول لهم لا أعرفكم. يا رب ده انت تعرف كل حاجة، يا رب ده انت الأب السماوي اللي فاحص القلوب ومختبر الكلى، يا رب انت عارف الماضي والحاضر والمستقبل وما سيحدث. يقول لك بس دول مش بتوعي، مش عايز اعرفهم في الاخر. اصلنا الخروف القائم كاني مذبوح، انا مت علشانكم وطلعت السما وانا بقول للاب انا كل شيء قد اكمل، ودم يسوع المسيح ابنه يطهر من كل خطيه. اللي لسه رافض هذا الدم مستني ايه؟ زكى اسرع وانزل. زكى كان قصير في قامته، راجل غني كبير، غني كتير وعنده مقتنيات، ولسه مازال عنده غنى ومازال عايز يغنى، لان هو مازال لسه بيجمع جبايه، بيسدد اللي سدده وياخد الباقي اضعاف، فبيعمل كل حاجه مشروعه او غير مشروعه في الناس. زكى انت عندك حاجات كتير بعدك عن ربنا؟ قال في خطايا كتيرة منعاني عن ربنا. انا اولا قصير في القامة، قصير في القامة مش بس القامة الجسدية. الله بيقبل كل انسان مهما كانت حالته، انما انا مش بس قصير في القامة الجسدية، انا قصير في روحياتي. انا فقير قوي في كل سكة توصلني لربنا ما عرفهاش. أنا ما عنديش الطريق اللي بقول أسلك على أثار الغنم ما عرفتوش. عشان كده أنا تايه، أنا فقير. أنا سمعت بس عن ربنا ما تعملتش معاه.
عشان كده في ناس كتير تبقى فقيرة روحيا. ربنا بيقول لك تعالى للكنيسة زي ما عمل زكا. زكا عمل كده النهاردة، عايز تتمل يا زكا تعالى ملاك. ازاي يا رب؟ اطلع على الجميزة. الكنيسة بقى بتاخد كل واحد من تحت وترفعه لربنا. اذا كانت الجميزة تنظر ترمز للكنيسة، ترمز للكنيسة اللي بتشيل اولادها على كتفها، بتعمدهم، بتاخدهم رضع وتسلمهم الايمان الصحيح القويم وترفعهم لربنا، تقول له انا بسلمك دول امانة يا رب، زي ما انت اديتهمني امانة انا برجعهم لك امانة. هو ده دور الكنيسة. عشان كده دورك وانت في الكنيسة تسأل عن اخوك اللي لسه ما عرفش الكنيسة فين. دورك وانت في الكنيسة تسأل عن الانسان اللي لسه ما عرفش سكة ربنا تبقى فين. ما هي الكنيسة بتسأل عن ولادها عشان توريهم السكة. ما انت جزء من الكنيسة، ما انت كنيسة متحركة، انت رسالة المسيح المقروءة من جميع الناس. الناس بتشوف فيك الصورة الحلوة اللي شافتها في زكا بعد التوبة، ولا بتشوف فيك ايه؟ اذا كانت الجميزة دي، اذا كانت الجميزة ترمز للكنيسة فليها رمز تاني. الجميزة ترمز ايضا للصليب، الصليب اللي اخذنا نحن الخطاة وشال المسيح خطيتنا على كتافه وطلع بها على الصليب عشان يدفع الثمن. تعال للصليب، تعال اعشق صليب المسيح. واحنا كنا في عيد الصليب بقالنا 3 ايام بنعيد الصليب، كان اخرهم امبارح. الصليب ايه في حياتك؟ انك تدوس على نفسك وتقدم توبة، ده صليب. دوس على العالم وقدم توبة، زي ما زكا داس على الفلوس وداس على المقتنيات وداس على الحاجة اللي تعباه بعيد عن ربنا، داس عليها وراح طالع على الشجرة. زكا انت قصير، قال اه بس انا مصر اشوف ربنا. ما تيجي نصر كلنا نشوف ربنا، مش بس بالمنظر. ربنا مش بتاع منظر. ربنا بيقول لك يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. ربنا عايز قلبك، عايزك تخش معاه للعمق، عايز يشوفك زي ما بيقول ابونا في اخر القداس القدسات للقديسين، عايز يشوفك قديس، عايز يشوفك القداس في رحلة توبة خلاك قديس. والقديس ما يطلعش تاني يبقى مش قديس. القديس يطلع من هنا يكمل قداسة، الناس تشوف في سكة القداسة. زكا القصير اللي ما عندوش روحيات، اللي حاجات كتيرة حيشاه، الغنى والرياسة، انا ريس، كان رئيس للعشارين. طب يا ريس انت مش، ما انا مكسوف اعمل كده، مكسوف اروح الكنيسة، اصلا انا مكسوف اصلي قدام ولادي. لا، صلي وعرفهم، صلي وعلمهم، صلي عشان بيتك يبقى بيت صلاة، بيت طهارة، بيت بركة. تعال ندوس على كل الكلام ده ونمشي مع زكا ونقول له ربطتنا النهاردة بالصليب وعرفتنا قيمة الصليب وعرفتنا احنا عارفين قيمة المصلوب بس بنتوه عن الحقيقة. المصلوب اللي نزل عشان يرفع بتوع ريحة دول، ياخدهم من القاع ويرفعهم الى حرية مجد اولاد الله. هو ده اللي عمله الاب السماوي، هو ده اللي عمله الراعي الصالح، هو ده اللي عمله ربنا. زكا اسرع وانزل، اسرع ليه يا رب؟ اصل خد بالك لو تبطأت هتضيع منك السماء. اسرع، اسرع عشان انا ما اعرفش اليوم مقصر والحياة مقصرة. اسرع، اسرع وتعال عشان تقدم توبة، عشان هو ذا اليوم يوم خلاص والوقت وقت مقبول. ان سمعتم صوته لا تقصوا قلوبكم. اسرع، اسرع، اسرع عشان حياتك الابدية. اصل السماء تستاهل منك انك تجري وتسرع، السماء تستاهل منك انك تهرب من العالم عشان ما تبقاش زي مرات لوط باصص للقدام وعينك على القديم ورا. اسرع. وبعدين بقول لك انزل بقى، انزل عن كبريائك واتضع، انزل انك تمسك سيرة اخوك عشان تنزل وتعرف يعني ايه معنى ستر،
يعني ايه معنى الستر؟ لما اشوف اخويا ولا اختي في موقف تلام عليه، بدل ما اتكلم معاها واشهر بيها ولا بيه، اقول لها بلاش كده، استر، انزل عشان تستر، انزل عشان تتضع، انزل عشان تبقى زي ابوك السماوي اللي اذا وجد في الهيئة كانسان اطاع حتى الموت، موت الصليب. انزل، اسرع الاول لاجل ابديتك، وانزل عن كل حاجة تحوشك عن ربنا، انزل عن محبة العالم مش عايزها، انزل عن مقتنيات العالم اللي شغلاني عن ربنا، انزل، انزل عن كل نظرة وحشة مش حاجباك عن ربنا، انزل، انزل عن كل فكر رضي مش مخليك تعرف فكر المسيح. ده الكتاب المقدس بيقول لنا لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى. لما تسكن فيك بغنى يعني انت بتفيض كلمة المسيح. قوم كل من يراكم يمجد الله الذي في السماوات. اسرع وانزل، اسرع وانزل، لانه ينبغي اليوم اكون في بيتك. ايه يا رب قبلتني ازاي بعد كده؟ يا رب قول ما انا جاي علشانك، انا جاي علشان اقبلك بوحشتك، انا هعملك زي الابن الابن الضال اللي جه قرب، انا قبلته، انا عايز كل خاطي، اصل السماء تفرح بخاطي واحد يتوب. طب وانت يا زكا؟ قال النهاردة زكا فرح جدا، نزل اليه، قبل الدعوة وقبله فرحا. لما تشوف ربنا وتتعامل معاه هتفرح. الانسان اللي لسه مش حاسس بفرح يسأل نفسه، انا المسافة بيني وبين ربنا قد ايه عشان كده انا مش فرحان؟ انا مش فرحان عشان لسه ما تقابلتش مع ربنا، انا مش فرحان عشان لسه ما زلت مش دايس على الخطية، مش دايس على الحاجة اللي تعباني، مش مخلياني عارف اطلع للصليب، مش مخلياني عارف اشبع بالكنيسة، مش مخلياني عارف اتعلم صح، عشان كده مش عارف افرح. يوم ما تحس انك في ضيقة جواك، يوم ما تحس انك انت مش فرحان، تعال لربنا قول له يا رب انا متضايق، يقول لك تعال اقعد معايا نتكلم. هلما نتحاجج يقول الرب، هنتكلم انا وانت، واحنا بنتكلم هتحس انك فرحان، لان هقبلك، هضمك لصدري، تبقى ابني الوحيد، انت هو ابن الحبيب الذي به سررت. القديس اغسطينوس قال له كده، قال له بدور عليك في كل حتة وما اعرفش انك انت ساكن جوايا، بدور عليك بره، ده هو في قلبك. عشان كده كل واحد فينا المسيح بيقول لك اديني الحتة الصغيرة دي يا ابني، اعطيني قلبك، ساعتها هتدي له فكرك، وساعتها تدي له عينك، وساعتها تدي له كل شيء عندك، لان انا معك على الارض لا اريد شيء، معك على الارض لا اريد شيء، مش عايز حاجة من الارض، اصلا انا بدور على السماء اللي فوق. ربنا يدينا ان احنا نتعلم من زكا النهاردة، نتعلم ان المسيح يخش بيتنا، نتعلم المسيح يسكن في بيتنا، نتعلم نبيع كل حاجة عشان ابديتنا، نتعلم نسرع عشان السماء ما تطرش مننا، نتعلم ازاي اطلع تحت الصليب، اطلع تحت الصليب وارمي كل اتعابي واوزاري واحزاني تحت الصليب، عشان ابقى انسان شايل حاجة مع المسيح. احاول اشيل صليب صلاة، شيل، انا مش قادر اصلي مش عارف، ما تعتبر الصلاة دي اضغط على نفسك وشيل، شيل وصلي، واضغط على نفسك واقرأ كتاب مقدس، واتغصب واعمل دول عشان بعد كده تتعود، وبعد كده تحس باللذة، تتلذذ انك تعيش مع ربنا. ربنا يدينا ويديكم، يدينا ويديكم حياة الفرح، يدينا ويديكم نعيش كما يحق لإنجيل المسيح، لله المجد من الآن وإلى الأبد، أمين. أغنية خنو مسمينيس وابن طبيهو بي ويبين ويكاطا بفراني من راتين تبخلين سوسر بزبابين هذه يقولون تشتسين ترين تساوطو